عناصر النهضة. إن عناصر النهضة الطبيعية الجذرية للأمة، أي أمة، تتلخص في: أولاً، وجود مبدأ صحيح شامل. ثانياً، وجود قيادة محدودة حكيمة منتزعة من صميم ذلك المبدأ. ثالثاً، وعي الأمة لذلك المبدأ وتلك القيادة. رابعاً، إيمانها المطلق بهما معاً. خامساً، ثقتها بنفسها كأمة تستجمع مؤهلات النهوض المستقل. سادساً، تنفيذ الأمة لهذا المبدأ في واقعها بإيحاء من تلك القيادة.